إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد والإعجاب بالفيديو، وشكرا. حقق الفوز امام فريق الملعب المالي بثلاثيه نظيفه يلعب على الواجهتين المحليه والقاريه، وان كان محليا يبتعد شيئا ما عن الصداره وعن المقدمه اللي تحتل الرتبه السادسه 30 نقطه على بعد 19 نقطه من المقدمه اللي كيحتلها فريق الجيش الملكي، وان كان يتوفر على 3 مباريات مؤجله. يبقى طموحه هو انهاء الموسم في مراتب متقدمه. فريق الجيش الملكي الفريق المتصدر على بعد نقطه واحده من المطارد المباشر فريق الرجاء نصر الدين العنابي. هذه فرصه لابدا فريق النضال البركانيه، الكره خرجت بالفعل، الحكم المساعد رفع الرايه، كره خارج ارضيه الملعب وضربه مرمى لفائده فريق. كذلك كان المستوى يبقى ثابت خلال دقائق هذه المواجهه، لانه الفريقين عندهم من اللاعبين والامكانيات للوصول للمرمى. الحكم كان الخطا لفائده فريق الجيش الملكي. النضال البركاني امين زعتون تلعب الكره، فرصه والهدف الاول لفائده فريق الجيش الملكي بطريقه ممتازه. امين زعتون يضع الكره في الشباك، تسديدة قوية كتبع الحارس أمين الوعد، ولكن قوة التسديدة وقوة كذلك التركيز في الكرة الأخيرة فخلت أمين زحزوح يضع الكرة في الشباك. فرحة كبيرة لاعبي فريق الجيش الملكي، ولاحظوا ناصر الدين النبي حتى الآن ما كاينش هناك. إذن ضرب الجزاء لفائدة النهضة البركانية، الحكم من مرة أخرى كيطلب مهدي بن عبيد أنه ياخذ المكان ديالو داخل المرمى، وبالتالي إيسوفو ضيو هو اللي غادي يسدد هذا. إيسوفو دايو، هدف تعادل، هدف تعادل لفائده فريق النهضه البركانيه. وان كان مهدي بن عبيد كان قريبا من ابعاد الكره ومن التصدي، الكره لمس الكره ولكن تعانق الشباك. إيسوفو دايو يتمكن من وضع الكره في الشباك، وهدف التعادل. فرحه كبيره لجماهير فريق النهضه البركانيه. بعد الشنعان بين محمد ربيع حليمات وإيسوفو دايو، سنتابع مره اخرى بن حمودا لأمين زحزوح يمرر فرصة، فرصة تسديدة ومرة جانبا، مرة جانبا ربيع حليمات يسدد والكرة تمر جانبا من مرمى الحارس أمين الوعد. فرصة ومحاولة لفائدة فريق عربي الناجي في الجهة اليمنى عند تومي زونغ، هناك تغطية، كرة خارج أرضية الملعب والحكم أعلن الخطأ، الحكم أعلن الخطأ لفائدة إيغامال. إيغامال الحكم يعلن عن ضربة الجزاء لفائدة فريق الجيش الملكي. قلت خطورة إيغامال، سرعة إيغامال وضربة الجزاء لفائدة فريق الجيش الملكي. تسديدة كانت قوية، تدخل الحارس من الوعد، سعيد التنفيذ والهدف الثاني، هدف ثاني لفائدة فريق الجيش الملكي. محمد ربيع حريمات مرة أخرى يمنح تقدم لفائدة فريق الجيش الملكي في هذه المباراة من نقطة الجزاء. ربيع حريمات هدف ثاني للجيش الملكي، هدف شخصي ثامن، وبالتالي هو هداف ديال فريق الجيش الملكي.